السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحارة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التوقعات ابتداء من يوم غد الاثنين والأيام القادمة بحول الله. فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة. اليوم غد إن شاء الله فيحتمل أن تشهد المملكة رياح نسبيا قوية على الأقاليم الجنوبية المملكة ومرتفعات الأطلس والسواحل الوسطى للمملكة، باحتمال كذلك تكون أمطار رعدية جد معتبرة بحول الله على المرتفعات بعين تواميدة وابن ملال، وكذلك قد تصل حتى خنيفرة وكيكون احتمال طقس حار، وكذلك على وطاة الحاج بإذن الله وقد تصل درجة الحرارة إلى 44 في كذلك مراكش بإذن الله. وبالنسبة كذلك ليوم الثلاثاء فمن المتوقع بحول الله كذلك أجواء نسبية مستقرة إلى قلة السحب، احتمال إن شاء الله أن تستمر هذه الطقس الحار مع احتمال سيطرة ضغط الجو المرتفع الذي تبلغ قيمته 1026 هكتو باسكال سيؤدي إلى استقرار الأجواء وطقس نسبيا حار. اليوم الخميس كذلك استمرار الطقس المستقر في معظم مناطق المملكة. بالنسبة كذلك اليوم السبت أجواء مستقرة وطقس نسبيا حار مع احتمال انخفاض طفيف في درجة الحرارة ابتداء إن شاء الله من بداية شهر 8 بحول الله. وبالنسبة كذلك اليوم الاثنين أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة مع احتمال بعض العواصف الرعدية، كذلك على مرتفعات الأطلس بحول الله تبقى نسبيا أمطار ضعيفة نسبيا على الجهة الشرقية ومتفرقة. بالنسبة كذلك اليوم الثلاثاء أجواء غير مستقرة مع احتمال عواصف رعدية معتبرة على الجهة الشرقية بإذن الله مرتفعات الريف وتازا وكذلك وطاة الحاج وأخر يبقى وكذلك الحوز بحول الله.